اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين داخل استوديو الحياه. طبعا بنبارك تاني النادي الاسماعيلي على فوزه النهارده على نادي الزمالك. كابتن مدحت اتكلمنا كتير النهارده عن اداء نادي الزمالك ويعني الازمات والمشاكل اللي عانى منها الزمالك، ولكن ما اتكلمناش على اداء نادي الاسماعيلي. هل الاسماعيلي النهارده انخفاض مستوى نادي الزمالك هو اللي ادى لكده، ولا النهارده هل استطاع خالد القماش ان هو يفرض طريقه لعبه او يفرض سياسه لعبه النهارده عن الزمالك؟ كابتن خالد وال يعني الجهاز الفني متكلمين مع اللعيبه كابتن سيف، غرض واحد هو المكسب، ولو ما كسبتش ما خسرش. يعني حتى من كلام اسلام بيقول ان كابتن خالد قاعد يتكلم، وبالاخص ان الزمالك عليه ضغط بعد مكسب الاهلي امبارح. شايف اللي هو كابتن خالد عرف يستغل في الشوط الاولاني اللي هو بيلاعب ثلاثه ثابتين فوق، اذا كان احمد سمير ومروان و توريك كان ناحيه حماده طلبه، يعني ده كان موقفه حماده طلبه، والناحيه الثانيه احمد سمير ناحيه عمر، عشان كده عمر ما كانش بيروح كتير الا في القليل قوي، ولو تردد كان بتبقى خطره، كان بيبقى 3 على 3. عشان كده بقول هو وصل لهدف اللي هو قفل نص ملعبه، عرف يمسك كوره، لعيبته عندها قدرات عاليه جدا تمسك كوره، وصلوا للنقطه اللي هم عايزينها، اذا كان المكسب او الدرون. لو ما كانش كسب كان بيفكر في الدرون اللي هو ياخد بونت يعدي من يعني من الترتيب بتاعه في الدوري. شايف النادي الاسماعيلي ادى دور كويس جدا، بالاخص في الديفنس زي ما كان اسلام بيتكلم ان هم كانوا على وعي كبير جدا، بالاخص ان الزمالك بيوصل بلا هدف او مفيش ايجابيه على المرمى على محمد صبحي. تقفيل الملعب في الشوط الثاني رغم ان الزمالك كان ماسك الكوره، تقفيل الملعب في نص الملعب كله، حتى مروان لو انت لاحظت في بعض الكوره كابتن سيف مروان كان بيرجع نص الملعب كان بيساعد في نص الملعب، ولو اتعملت واحده مرتده صح للنادي الاسماعيلي كان ممكن تبقى خطره جدا. طب حساسك ناخد كابتن خالد القماش المدير الفني نادي الاسماعيلي نعرف منه الموضوع. الف مبروك كابتن خالد. حبيبي جالسين كل الحياه وتقدير ليك ومحترمين وكابتن طريحه وكابتن حزمان وكابتن مصعب بيسلموا على حضرتك كابتن. الف مبروك كابتن، يعني النهارده الحقيقه تاني لقاء الاسماعيلي مع الزمالك في الدور الثاني، برضو كنت موفق بشكل كبير جدا في الدور الاول، اعتقد ان لقاءات الاهلي والاسماعيلي غير كمان ترتيب او طموحات نادي الاسماعيلي هي بطوله مستقله بذاتها كابتن. اكيد يا كابتن، شايف ان احنا طبعا النادي الاسماعيلي ما يقلش في اي حد من الاحوال لا على المدينه الكبار النادي الاهلي ونادي الزمالك، فبالتالي انك انت لما تكسب الزمالك في اقل من شهرين يا كابتن، يمكن اول مباراه ليا كانت مع ليا وكسبت 1، والمباراه الثانيه النهارده اكيد لما تكسب الزمالك في ملعبه الحمد لله تبقى الفرحه فرحه ليها معنى كبير جدا جدا، لان اولا طبعا بترضي جمهور اسماعيليه، الحاله الثانيه ان الوضعيه اللي انا جيت عليها النادي الاسماعيلي المركز ال 12 لا لابد ان احنا، انا شايف ان احنا ما نقلش على اي حال من الاحوال يا كابتن. طيب نحاول تاني نكلم كابتن خالد القماش، اتفضل كابتن مدحت. عشان بكملك في الكلام يا كابتن سيف، ان النادي الاسماعيلي عرف يقف ازاي في الملعب، عرف يستغل من ناحيه مروان، من ناحيه احمد سمير، من ناحيه تريك يشتغلوا ازاي، حتى لو انت لو ياسر عاد لنا الهدف تاني يا كابتن سيف، اللي عمل الكوره لاحمد سمير هو تريك، وفضل حماده طلبه كل نظره على الكوره الناحيه الثانيه، يعني بص هنا يا كابتن هو اللي هيعملها الناحيه الثانيه. مروان بره اللعبه خلاص كده، يعني بص مروان خد علي جبر هناك. في الحاله ديت المفروض كوفي بقى في يعني انا برده مش عايز اعدل يا كابتن سيف على اللعيبه، يعني بص كوفي رايح فين؟ في ظهر علي ليه؟ يعني انت رايح بزياده، ودي كنا بنتكلم فيها، لان خلاص علي جبر بيغطي ظهر مثلا عمر جابر، انت رايح بزياده قوي. وحماده في نفس الوقت لما الكوره اتلعبت بقى كل رؤيته على الكوره. بس الغريبه كابتن كمان ان حماده كاشف رؤيه. لا ما هو حماده كابتن اول من الراجل ما لعب الكوره. طب حضرتك كابتن ناخد الكابتن خالد القماش سريع. كابتن خالد مساء الخير. يا كابتن اتفضل يا كابتن اتفضل مع حضرتك. طب اقول يا كابتن يعني انك انت لما زي ما انا شايف ان الاسماعيلي ما يقلش على الاهلي والزمالك، فده طبيعي جدا انك انت بتطلع الافضل والاحسن، انك انت تحاول قدر الامكان انك انت بترجع النادي الاسماعيلي للمكانه الطبيعيه اللي المفروض ان هو يبقى عنده، يعني باذن الله تعالى يعني على الاقل ما يبعدش عن الاهلي وعن الزمالك في الترتيب. يعني هل يا كابتن النهارده كل اللي كان في دماغك والسيناريو اللي حضرتك كنت محضره هو اللي حصل في الملعب، ولا الامور كانت متغيره؟ لا اكيد طبعا الشوط الاول كنت ادينا بشكل جيد للغايه، خاصه الثلاثه اللي ورا مايوكا كان في رقابه فرديه من كل لاعب التزم رقابه لاعب نادي الزمالك، الثلاثه دول بيغيروا بيعملوا سوشات مع بعض على طول بيغيروا مكانهم، فبالتالي خطوره نادي الزمالك في الثلاثه اللي ورا مايوكا بالاضافه لعمر جابر، فالى حد ما الثام الاولاني اديناه بشكل جيد للغايه، كان امور على ما يرام في كل حاجه سواء في الجون اللي جبناه او في او في او في او في في انك انت بتحافظ بقدر الامكان على الكوره اغلب فترات الوقت، والاضافه الرقابه اللي عرفت اللي بتكلم عليها، يمكن التغيير اللي ده اللي شد في رجليه
بالاضافه ما عنديش بديل كثير ذبحت، فبالتالي اضطريت ان شوية تغير على بكرايت، واضطريت ان عماد حمدي مش مكانه يلعب سيرفي باك. فشوف تاني هم الثمان كان افضل والاحسن، ويمكن ايمن حبني تحرر حبه من الرقابه، عشان كده فقط من النص الاخير ما كناش بشكل جيد. لكن اجمالا يعني انا راضي جدا جدا عن الروح اللي كانت في الملعب، والثلاث نقط لما تاخدهم من فرقه كبيره زي نادي الزمالك في ملعبها يبقى ليها مردود طيب اكيد. يعني كابتن، يعني الحقيقه بحييك النهارده على هدوءك مع حكم مباراه ابراهيم نور الدين، وانا شايف ان ابراهيم ادى الحقيقه يعني لقاء جيد جدا، مش شايف ان عنده اي حاجه، وشايف ان حركتك عملت حتى مع خروج الجهاز بشكل لائق وهادي. راي حضرتك في التحكيم النهارده ايه؟ انا شايف ان ادى بشكل طيب. الكابتن ابراهيم من الحكام المحترمين جدا جدا، الواحد يقدمهم ويحترمهم، فانا شايف ان ادى بشكل طيب. انفعالات من الجهاز المعاون، لكن لابد ان احنا نلتزم بالقرارات اللي يقع عليه، فبالتالي قدر الامكان واحد يحاول ان كل واحد يلتزم بدوره محدد بالنسبه له. يعني سعيد جدا جدا زي ما قلت لك في التنسيق انك انت يعني افضل ما في المباراه انك انت ثلاث نقط عندي، دول كبار جدا عشان على الاقل تفرح جمهور اسماعيليه اللي فرحته قليله قوي خاصه السنه دي، لان النادي الفعلي عانى كتير جدا جدا بسوء نتائج وترتيب. انا جاي في الترتيب ال 12، فبالتالي اتمنى باذن الله تعالى ان احنا نختم الدوري باذن الله تعالى في الترتيب الطبيعي للنادي الاسماعيلي. ربنا يوفقك يا كابتن، والف مبروك ان شاء الله، واللي جاي افضل ان شاء الله. حبيبي كابتن، بشكرك كابتن خالد ماشي، مدير الفني للنادي الاسماعيلي.